دلوقتي موعدنا مع جولة تفصيلية لأهم أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم مع ليندا عبد اللطيف. اتفضلي يا ليندا. زي ما قلنا يا أحمد من شوية، درجات الحرارة مرتفعة النهاردة، الطقس الصبح بيكون حر جدا، بالليل هيكون لطيف إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. صباح الخير عليكم مشاهدينا مرة تانية. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أننا مكملين في ارتفاع درجات الحرارة، والطقس هيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وهيكون حر على السواحل الشمالية. أما بالليل فهيكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ولطيف على السواحل الشمالية. دلوقتي خلونا نتعرف على حالة الطقس بالتفصيل مع دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ليندا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. يعني يا دكتور، البلاد النهاردة بتشهد موجة شديدة الحرارة، عايزين حضرتك تقول لنا الموجة دي مستمرة معنا لحد إمتى، وإيه النصايح اللي ممكن نقدمها للمواطنين خصوصا الناس المضطرة تنزل في فترة الظهيرة؟ بالفعل احنا مستمرين في ارتفاع درجات الحراره، ويمكن اليوم درجات الحراره ترتفع عن الامس، المتوقع ان هي تكون 37 درجه مئويه، يعني بارتفاع عن الامس بحوالي درجه الى درجتين. اجواء شديده الحراره خلال فتره النهار على اغلب مناطق الجمهوريه، بما فيهم طبعا القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات جنوب البلاد، شمال وجنوب الصعيد. الاجواء تبقى حاره خلال فتره النهار على سواحلنا الشماليه، ده طبعا بسبب زيادة فترات سطوع أشعة الشمس تأثرنا بالكتل الهوائية الجنوبية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس الأجواء تكون معتدلة على أغلب مناطق الجمهورية. خلال فترات الليل بدأنا نحس بارتفاع طفيف في نسب الرطوبة، وده اللي بيخلينا نحس أكثر بارتفاعات درجات الحرارة. متوقع ذروه ارتفاعات درجات الحراره تكون غدا الاثنين ان شاء الله، وتكون العظمى على القاهره الكبرى 38 درجه مئويه. فطبعا الاجواء تستمر معنا اجواء شديده الحراره غدا وبعد غدا ان شاء الله، يعني هيكون في انخفاض طفيف في درجات الحراره من يوم الثلاث، وتكون العظمى على القاهره الكبرى ما بين ال 36 وال 35 درجه. يعني الاجواء هتظل اجواء حاره فتره النهار، لطيفة خلال فترات الليل، يعني بصفة عامة في ارتفاعات في درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية اللي احنا دايما متعودين عليها في مثل هذا الوقت من العام. عشان كده هننصح كل السادة المشاهدين عاوزين نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة فترة الظهيرة من الساعة 12 الظهر للساعة 3 العصر، الفترة دي اللي بنسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم، فبقدر الإمكان نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس. يعني تناول كميه كافيه من المرطبات والسوائل، دايما تبقى ازازه الميه في ايديا، لو انا مضطر ابقى موجود في الشارع يبقى دايما معايا غطاء للراس شمسيه او كاب، بالاضافه كمان طبعا لازم المتابعه الجيده للنشرات الجويه، لان احنا لسه في فصل الربيع اللي دايما معروف بتقلبات الجويه الحاده والسريعه. شكرا يا دكتور. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي خلونا نتعرف مع حضراتكم على درجات الحرارة، والبداية كالعادة هتكون من القاهرة اللي سجلت 37 والصغرى بتسجل 23، الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 21، مرسى مطروح العظمى 33 والصغرى بتسجل 20، سيوة العظمى 40 والصغرى 21، بورسعيد العظمى 31 والصغرى 21، دمياط العظمى 29 والصغرى بتسجل 20، الإسماعيلية العظمى 38 والصغرى 22، السويس العظمى 37 والصغرى بتسجل 22. هنروح للعريش، العظمى فيها بتسجل 32 والصغرى 20، طابق العظمى 35 والصغرى 21، سانت كاترين العظمى 31 والصغرى 14، شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 26، الغردقة كمان بتسجل 37 والصغرى بتسجل 26، الفيوم العظمى 38 والصغرى 23، بني سويف العظمى كمان 38 والصغرى بتسجل 23، المنيا العظمى فيها 38 والصغرى بتسجل 24. هنروح لأسيوط، العظمى فيها 39 والصغرى 23، سوهاج العظمى 40 والصغرى 24، قنا العظمى كمان بتسجل 40 والصغرى بتسجل 25، الأقصر العظمى 41 والصغرى 25، أسوان بتسجل أعلى عظمى النهارده وهي 42 والصغرى بتسجل 26، الوادي الجديد العظمى 40 والصغرى 25، شلاتين العظمى 35 والصغرى 25، وأخيرا حلايب العظمى 32 والصغرى بتسجل 26. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لأحمد وباسنت عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا ليك ليندا، والشكر موصول طبعا لضيفتك دكتورة منار غانم.